أبشر حضراتكم بكرة إن شاء الله. بشرة من دولة رئيس الوزراء بكرة. كنا الأسبوع اللي فات رئيس الوزراء كان عامل اجتماع مع الصناع والتجار ومبادرة الخاصة بخفض أسعار السلع. كان معنا الدكتور علاء عز اللي كان حاضر الاجتماع ده يوم الثلاثة اللي فات. فغدا وقال لنا الدكتور علاء على يوم الحد أو الاثنين، ولكن المعلومة اللي أنا عندي مؤكدة غدا المؤتمر الصحفي غدا رئيس الوزراء بكرة هيعلن لحضراتكم عملنا إيه. ولازم أحيي هذا الرجل مرة تانية ومرات عديدة، ودايما حديث عن دكتور مصطفى مدبولي بتكلم عن رجل أنا عارف الرجل ده بيشتغل إزاي، عارف على مدار الوقت جهده كله اشتغل يحقق كرئيس حكومة، وعنده تكليف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليف محدد الأسعار. رئيس الوزراء قعد الأسبوع اللي فات مع خلال هذه المبادرة وبحضور محافظ البنك المركزي سيد حسن عبد الله، وإنه يكون فيه الأيام الجاية دي يكون فيه إجراءات. الإجراءات بكرة هنسمعها من رئيس الوزراء عملوا إيه؟ عايز أقول لحضراتكم الساعات اللي فاتت دي اللي فاتت قبل ما بكرة يجي في بعض السلع بدأت تنزل أسعارها. سكر مثلا على سبيل المثال لا الحصر، السكر نزل يمكن نزل 7-8 جنيه، يمكن في حدود 7-8 جنيه تقريبا. سلع أخرى نزلت. فإحنا لما إحنا بنشوف النهاردة، يعني لما تيجي النهاردة تقول الجملة السكر ب29، يعني مفترض أنا بشتريه مستهلك حوالي 31، يعني نزل حوالي 7-8 جنيه، يعني كان بيتباع ب38 وباع ب40 جنيه، النهاردة 31 جنيه، يبقى أنا بتكلم على 8-9 جنيه. وتاني بكرة كمان السكر هينزل غدا تاني، هينزله 2-3 جنيه بكرة كمان، بكرة يعني حضرتك هتلاقي السكر ده نزل حوالي 10-11 جنيه. الزيت هينزل، الرز هينزل، المكرونة هتنزل. 9 سلع بكرة رئيس الوزراء هيقول لحضراتكم هتنزل كام. هو رئيس الوزراء بالمناسبة الدولة لن تفرض تسعير جبري، لان احنا بنتكلم على سوق حر، وبالتالي انه فيش حاجة يعني اقول ده لا مش هيعمل كده. احنا برضو دولة ومناخ ولكن الاتفاق كله على تحديد سعر للسلع ما يزيدش عنها. لو هقول السكر هيبقى بكام مش هيزيد عن السعر اللي هيحدد، ده مش تسعيرة جبرية، لا ده اتفاق ما بين الحكومة مشكورة مع الصناع مع التجار مع البنك المركزي، والبنك المركزي كمان عامل إجراءات بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء. أيضا بنتكلم على أيضا المالية بتعمل إجراءات خاصة بالجمارك والإعفاءات وغيره وغيره، بنزود وزارة التموين تزود السلع المعروض منها، وبالتالي كلما زادت السلع المعروض يزيد بزودها، بزود كميات، بتعمل دخلت حاجات مواد الانتاج المواد الخام وغيره، عملت خلال الكام يوم اللي فاتوا دول الحكومة ما نمتش مع المصانع مع التجار مع دول رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قبل ما يعمل مؤتمر بكرة بقول له شكرا جزيلا، بقول لسيادته شكرا جزيلا